عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني يا جماعة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة معنا كامبيو فيديس زيتا إفا، إن شاء الله بإذن الله هنقفل مع بعضنا كده ونجمع مع بعضنا إن شاء الله بإذن الله. طبعا كان طالع فيه كان في مشكلة عندنا في الغيارات يا جماعة، كانت دايما الغيارات فيها مشكلة. طبعا حاجة كلها جديدة زي ما انتم شايفين. هنا الفتيس عبد الحلو يا جماعة، وبنعمل الفتيس هنا بنعمره هنا عندنا. الفتيس كل المجموعة بتاعت الغيارات بتتغير، طقم المجاميع كله بتاع الفتيس بيتغير. إذا كان حتى لو في مشكلة بسيطة بيتغير برضو، بحسب إن هو بيعمر الفتيس عايز يخليه ولا كلمة يعمره تمام معاه، مفيش منه أي مشكلة. فمع بعضنا كده هوريكم إن شاء الله بإذن الله الحاجات اللي إحنا هنغيرها وطقم المجاميع بتاعت الغيارات برضو كذلك الأمر. الفتيس ده زيت اف يا جماعة، فتيس مان زيت اف زي ما انتم شايفين كده معايا. دي اللقطة ودي حاجتها زي ما انتم شايفين. دي المجاميع دي كلها هتتغير يا جماعة، كل المجاميع دي هنغيرها. التروس الأساسية طبعا على حسب الترس الأساسي، في مشكلة عندك بنغيره، مفيش مشكلة عادي مفيش مشكلة. بس أهم شيء بنغيرها يا جماعة، ساعة بنعمر الفتيس، انت بتعمر الفتيس عايز تخليه ولا كلمه يشتغل معاك اطول فتره تاني مفيش منه اي مشكله. زي ما انتم شايفين طبعا المجاميع طالعه، في مجاميع طالعه يعني زي ما انتم شايفين هي دي الغوشه بتاعه الغيارات نفسها. في مجاميع طالعه حلوه ومجاميع طالعه تعبانه صراحه. يعني ترومبه الزيت بتاعته يا جماعه زي ما انتم شايفين بايظه برده، جايه ترومبه جديده، ترومبه الزيت بتاعتها متاكله خالص. زي ما انتم شايفين كده، شوف المجاميع برده المجموعه دي طالعه عامله ازاي، دي متاكله خالص. المشغل نفسه يا جماعه برضو، المشغل نفسه حاجته كامله برضو، زي ما برضو بنعمره بنعمله طقم اصلاح برضو، طقم الاساتيك الكلام ده كله بنغيره وبنظبطه تمام مفيش منه اي مشكله. مع بعضنا اوريكم طبعا الحاجه الجديده، دي العلبه نفسها بتاع الفتيس يا جماعه، اوريكم الترجه بتاعه الفتيس زيت اهي كمان زي ما انتم شايفين. دي الترجه بتاعته زي ما انتم شايفين، دي العلبه بتاعته يا جماعه. طبعا الحاجة الجديدة كلها زي ما انتم شايفين معايا، دي حاجة اللقطة، ترس اللقطة، ترس اللقطة نفسها. طبعا كله الماركة دي يا جماعة زي ما انتم شايفين، ماركة ايطالية، ماركة ما يعلاش عليها صراحة. هنا كل مجموعة جاية في كرتونة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده معايا، دي المجاميع كلها. دي حاجة المشغل ورا اللقطة زي ما انتم شايفين، دي الحاجة كاملة. حتى العمره بتاعه الفرشيلا نفسها برضو جايه كامله زي ما انتم شايفين معايا. دي حاجه المشغل زي ما انتم شايفين، ده السيرفو بتاع المشغل، ده السيرفو بتاع المشغل يا جماعه. وده طقم الجوان كامل بتاع الفتيس، ده طقم الجوان كامل. ودي المجاميع بقى اللي هي الصغيره بتاعه الغيارات زي ما انتم شايفين معايا. فان شاء الله مع بعضنا كده انا هعمل لكم كام فيديو عشان وقت الفيديو بس ما يطولش معانا، عشان وقت الفيديو ما يطولش معانا ان شاء الله باذن الله. هقفل طبعا، بجمع الاول اللقطه بتاعت الفتيس بجمعها الاول، وبعد كده ابدا اجمع علبه الفتيس نفسها اجمعها وابدا اقفل مع بعضي كله، اجمع كله مع بعضي. وان شاء الله طبعا اول الشجره برضه اعمل لكم فيديو عليها بنقفل الشجره ازاي. فعشان وقت الفيديو بس يا جماعه ممكن اعمل لكم كام فيديو مع بعض كده عشان وقت الفيديو ما يطولش معاكم، ما يطولش معانا وقت الفيديو. وان شاء الله باذن الله انتظرونا، ان شاء الله باذن الله نقفل طبعا اللقطه دلوقتي مع بعضينا كده، والفيديو الثاني ان شاء الله باذن الله اعمل لكم ازاي نقفل العلبه برده بتاعت الفتيس نفسها وحاجه الفتيس نفسها برده كامله. فانتظرونا كده، خليكم معانا للاخر ان شاء الله باذن الله هتعرفوا ازاي بنقفل اللقطه ولا كلمه، يعني حاجتها كامله ومن غير تعب ومن غير قرف خالص. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الحاجه معانا زي ما انتم شايفين، طبعا نظفنا، هنبدا نقفل المجموعه بتاعت اللقطه نفسها. طبعا زي ما انتم شايفين طبعا كله اتنظف تمام. دي الجلبه الاولانيه يا جماعه زي ما انتم شايفين معايا، بعد ما نقفل زي ما انتم شايفين كده معايا واحده واحده يا جماعه بنبدا نقفل الحاجه.
لكم الحاجه كلها جديده يا جماعه معايا. زي ما قلت لكم الحاجه كلها جديده. ديمي كي طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده هنقفل مع بعضينا. نجيب دم مرتين لكم الاسكار بيريا. اسكار بيريا؟ سي. زي ما انتم شايفين كده معانا يا جماعه. الو يا احمد، السلام عليكم. السلام. كنت بيسال بيقول الموتور تسخن ولا سلس عشان خاطر هو عنده الاثنين. بقول لك الموتور ايه؟ بيلفي ولا سلس؟ هو الموتور اللي انا شايفه بجو، انما الدلفين ولا سيمس دي ما اعرفش، مش فاهم قصده. يعني توربينه يعني ولا من غير توربينه؟ طب انا ابعت لك رقمه وهو اسمه حمد. ماشي، مفيش مشكله. ماشي، ابعت لي رقم دلوقتي حالا. ماشي يا ديمي. فيتشي قريب قريب. كيف ديمي اجي ديني ديكو اجي الكاميرا فانسيون ديني ديكو.
شايفين كده احنا قفلنا التروس وقفلنا بتاع قفلنا الهلال بتاع السرعه والبطيئه يا جماعه. طبعا هنقفل زي ما انتم شايفين قفلنا اهوت. هننزل بالكوبيرتا نقفل طبعا يا جماعه اول الهلاله بتاعت دي اول حاجه بنقفلها دي بنقفلها الاول وبعد كده بنقفل البالون اللي بيمسك الهلال نفسه. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين بنجمع عليها نقفل الكونشنت مثل الأفلانجا طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه نبدا بقى نقلبها ونطمن عليها من تحت عشان نجربها. Thank you.
تشاو. طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا يا جماعه، انا جمعت اللقطه كلها زي ما انتم شايفين كده. طبعا بركنها بقى على جنب، بركنها على جنب وببدا اشتغل في علبه الفتيس نفسها. طبعا انا خلصت ديت، ببدا اركنها على جنب واشتغل في العلبه بتاع الفتيس نفسها، الشجرتين بتاع الفتيس. فان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو تاني اللي ان شاء الله باذن الله تقفل علبه الفتيس، عشان بس وقت الفيديو، عشان ما اطولش بس وقت الفيديو. فان شاء الله باذن الله انتظرونا في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله هنقفل علبه الفتيس. واتمنى ربكم استفدتوا الفيديو، واي حد محتاج اي سؤال ولا اي شيء يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله باذن الله هرد عليه في اقرب وقت. واسيب لكم كل الايميلات بتاعتي في الوصف بتاع الفيديو، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.